السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شباب، مرحبا يا حلوين، مرحبا يا حبيبين. إن شاء الله الجميع بخير وبصحة وبعافية. مع الكونشر جميع تحية طيبة معطرة لكل مين ما بشوف الفيديوهات، تحية طيبة لكل اللي اشتركوا بهالقناة، قناة متابعين محمد ميرا، وشكرا من القلب، بتشكركم كتير على دعمكم وإخلاصكم والمعنويات الطيبة والحلوة اللي عم تعطوني اياها. اليوم درجة الحرارة في كندا يمكن لأول مرة 39 درجة الحرارة، يعني مشغل المكيفات هون القدام واللي ورا، مشغلهم مع بعض لحتى السيارة عم تبرد. شوفوا درجة الحرارة. لا 39 درجة الحرارة، الله يرحمنا. لا تشكي، ما تعيبوا علي، تطبيق تطبيق. الله الجميع بخير وسعادة. يوم حملنا من لندن لانجرسون، هذا آخر النهار هلا الساعة 3:30. الله يرحمه. نستنى ليخلصوا تحميل ونتيسر. عندي المازوت فضي، عندي على الكازية معبي، وبعدين نروح على البيت بس يخلصوا حمل. في شباب كتير بتسألنا عن رخصة القيادة هون بكندا، إنه رخصة بلده، يعني إذا جاب، إذا طالع رخصة قيادة كندية أحسن، ولا إذا جاب رخصته. ما بعرف، ما بتذكر شلون كان السؤال، بس لا بظن كان عم يسأل انه اذا جاب شهادة القيادة، رخصة القيادة من بلده، فيه يسوق فيها بكندا. لا ما فيك تسوق فيها، بس فيك تبدلها، يعني اسرع لك. يعني اذا هون بدك تطالع رخصة قيادة، عم نحكي على السيارات الصغيرة، إذا بدك تطالع رخصة قيادة كندية من أول وجديد بتطول معك سنة لتحصل عليها،
لأنه أول شيء بدك تقدم على رخصة قيادة. رخصة القيادة بتنقسم لقسمين، G1 وG2. وقت تجي على كندا بدك تطالع رخصة القيادة، أول شيء بدك تطالع الG1. G1 عبارة عن 40 سؤال، 20 مرور و20 قوانين. تعمل الفحص تنجح، بصير على الكمبيوتر هذا الفحص، فيه جميع اللغات، يعني بأي لغة بدك إياه تعمل الفحص، يعني ما في العذاب أو الهم. المهم بعد ما تاخذ الG1 بدك تستنى سنة كاملة 12 شهر لحتى تاخذ الG2. الG2 عبارة عن فحص الطريق مدته 15 دقيقة، فيه 3 اختبارات توقف، وفيه اختبار الاوتوستراد الهيواي. بعد ما تاخذ الG2 يعني بتطول سنة، تاخذ الG1، قلت لكم تنقسم لقسمين، تاخذ الG1 تستنى سنة بعدين تاخذ الG2. هلا في طريقة انه بعد الG1 8 شهور، هاي الطريقة الثانية، بدل ما تستنى 12 شهر. إذا سجلت بمدرسة تعليم قيادة السيارات بيحق لك تاخذ الG2 بعد 8 اشهر من الG1. ليش؟ لأنه أنت حضرت مدرسة. هاي شغلة تاخذها قبل ب4 شهور. ثاني شغلة، ميزة مدرسة التعليم القيادة إنه بتخفض لك الانشورانس تبعك، بدل ما يجيك الانشورانس لنفرض 100 دولار بيجيك 50 دولار او 60 دولار، يعني بخفض لك منيح، تقريبا ما النص، يعني 40% تقريبا من قيمة الانشورانس. هاي اذا بدك طالع رخصة قيادة من كندا جديدة. اما اذا بدك تجيب رخصة بلدك فيك تبدلها هون دغري، يعني وقت اللي بتجي على كندا رخصة بلدك، رخصة قيادة السيارات ببلدك، بتروح هون على المرور مثل ما نقول عنا ببلادنا، بتعطيهم بتترجم رخصة قيادتك وبتعطيهم، هي بيعطوك الG1. ايوه، بعد شهرين على التمام بتروح بتعمل فحص الG2. هاي الوقت اللي بتوفره عن إذا بدك تطالع رخصة قيادة جديدة، بتوفر شي 10 شهور تقريبا، يعني اللي معه عيلة ولازمه السيارة أضر من الضروري ما له غير هالطريقة. إيه، بعد ما بتطالع الG2 أو بتبدل رخصة قيادة بلدك على الG2 بتستنى سنة كمان 12 شهر تاخد رخصة قيادة اسمها الفول جي، يعني الG2 مسموح لك تسوق بس في سيارات بيكابات، هدول تركات ممنوع تسوقهم بالG2، ليكون معك فول جي. أو يعني كثير شغلات ما مسمح لك تسوقها بالG2، فلذلك بتطالع الفول جي، يعني دورة قيادة كاملة. لو ما فتت مدرسة فيك تروح بعد سنة، بعد ما بتصير معك الG2 سنة، بتروح بتطالع الفول جي. هلا إذا بدك تسوق بيك أب مازوت بده يكون معك فول جي، بس في بيكابات مازوت لهم فرين هوا اذا بتعرفوهم، هدول الصغار كمان. الفول جي ما بتخولك تسوقه، ايش تعمل؟ بتروح بتطالع الزد، بصير اسمه جي زد، بتخولك تسوق البيكابات هدول 5 طن المازوت اللي فريناتهم هوا مثل ما بيقولوا.
ايه متى من صار معك الجي زد فيك تسوق؟ حي الله شي من عدا هذول الكبار. هلا اذا بدك تنتقل على الكمايين القلاب هذول تبع البحص والحجر عفوا والنحاتي، بده يكون معك دي زد، هذول الكمايين ما هو الراس والذنب مثل ما بقولوا، او الصينية هاي الطويلة وراي، او البراد. هدول ما فيك تسوقن على الديزل، دال ديزل. الديزل بتخولك تسوق القلابات وسيارات الحفر وماكينات الحفر، هدول البلدوزر والتراكس وهدول الديزل. يعني اللي بده يسوق معدات ثقيلة هاي طالعة. بعد الديزل إذا بدك تطلع قيادة الشاحنات التجارية مثل هدول 53 فيت 53 فيت أو تريلتين أو 3 تريلات حسب، هدول لهم شهادة اسمها ايزد أو إلى اسم تاني CDL بيقولوا له، أو كومركشال درايفر، سائق شاحنات تجارية، إلى عدة أسماء، بس هي بتكون أعلى شهادة بالشهادات برخص القيادة. ما هي أعلى، هلا في أعلى منها بس ما بتوصل لها أنت، يعني ما بتلزمها. هلا أنا قالوا لي في أعلى من الإي زد اسمها آر عشان تنكر أو المواد المشتعلة، رحنا طالعناها ما بتفيد بشي. يعني بدك تشتغل على صهريج وعذاب وخطر ومشاكله كثيرة. هاي الشهادة بتخولك تسوق كل شي سيارات. الجي 1 تكلفته شي 160 دولار أو 170 دولار. الجي 1، الجي 2 تكلفته وقت بدك تروح تقدم فحص الجي 2 فحص الطريق تكلفته 92 دولار. الديزل الفول جي 52 دولار، هيك الأسعار شفتها أنا على الإنترنت. الفول جي 52 دولار. الدي زد هي رخصة قيادة القلابات والمعدات الثقيلة، بتكلفك 1000 دولار، وده يكون معك تقرير إنه أنت حضرت مدرسة تعليم قيادة فرامل الهواء. والإي زد كل مدرسة شكل. المدرسة طلعت منها أنا الإي زد كلفتني شي 9500 دولار، هذا الحكي من شي 3 سنين تقريبا. اليوم بالصدفة عم بسأل، قالوا لي يرحم روحك، صلى بدي ليه ما تمطال انت؟ ليش خيو شد صارت؟ عم يقولوا لي 13 و14. طبعا عم نحكي على المدارس النمبر 1 بكندا، يعني المدرسة اللي بتتخرج منها إذا رحت اشتغلت قالوا لك أنت بنا مدرسة، اسم المدرسة بيساعدك بالتوظيف، بيساعدك بفحص السواقة كتير. يعني في مدارس كتير كتير مشهورات وسمعتهم كويسة. ايه الحمد لله، بس حبيت أعطيكم فكرة كاملة عن أسعار الرخص القيادة وطريقة الحصول عليها. هذا شرح سريع. في شباب كتير عم تسألني أسئلة، حسب ما عم يخطر ببالي في عالم عم تسألني على الأجور هون بكندا وعلى الشغل. إيه في واحد عم يسألني على عقد عمل هون بكندا. يا أخي ما في شيء اسمه عقد عمل، ما في شيء اسمه عقد عمل.
ما سمعت حدا طلع لهون عقد عمل على كندا. يعني انت اللي بدك تقدم عقد عمل، ايش شغلتك؟ ميكانيكي؟ عندهم هون اللي بفك لك براغي الدولاب مهندس ميكانيكي. واذا كنت ميكانيكي يعني، واذا كنت صار لك 1000 سنة بتشتغل بالميكانيك في بلدك، عندهم هون الميكانيكي مهندس ميكانيكي. يعني انت ما بتجي نقطة في بحره، ما بفك شيء بايده، كله ماكينات بتفك. ما هو مثل عنا نبرك نعلي السيارة من قدام ونفك لها الموتور ونحطها على الزيت، لا يا اخي، هون في ماكينة بتجي بس تفتح، كل ما عليك انت بس تفتح لها غطا الموتور، هي بتجي لها 4 رؤوس، تدخل تعرف وين براغي الموتور، حكتهم شالت الموتور حطته على الزيت. اشو دولاب كومجي هون، هذا اللي بصلح الدولاب مفكر مثل عنا، بيجي بمسك مفتاح الجنط بفك وبشيل الدولاب وبلزق لا يا عمي، كله ماكينات. مثل انا هلا هون سيارتي تجي رافعة، هو بس ماسك الجهاز وعم بلعب فيه، تقول عم بلعب بلاي ستيشن، فك الدولاب وبشيله لورا وبشلحه وبغيره وبلزقه وبنفخه وبرجعه على السيارة، وما بمد ايده، ما بمد ايده. يعني ما بعرف انه عم تقول لي عقد عمل، اشو نجار؟ هون النجار ما بشغلوه، فكر مثل بلادنا تبرك تفصل باب خشب بايدك ورندج وميشار وما بعرف ايش. هون في ماكينة، انت اللي تشتغل باب، الماكينة ما قبيلك تكون زبطت 3000 باب مثلا. انا عم بقول لك ايش بدك تطلع عقد عمل، سنكري كله ماكينات، بنات بتلاقيهم عم يشتغلوا مدد مي سمكري، كهربجين كذلك الامر. ما بعرف شوفير شحن، معلش يا اخي مع احترامي لك، لو صار لك 1000000 سنة بتسوق على راسي خبرتك، ومثل ما بقول وكل شيء، ما لنا نجرح حدا، بس تجي لهون ما تعرف تدق مرش، ما تقلي شوفير كاميون. انا شايف 1000000 شوفير كاميون هون جايين جدل، 1000000 واحد قال لي صار لي 25 و30 سنه بسوق، على بطاله ورا الدركسيون ما بيعرف يشغل السياره، ما بيعرف يفك دولاب، ما بيعرف يفصل التريلا عن الشحن. طبعا انا كنت هيك بس تعلمت، انا جيت لهون على كندا عندي 18 سنة خبرة قيادة شاحنات، جيت لهون رجعة لورا ما بعرف برجع، ما رجعت معي. يعني ايش بدي اقول لك، يعني معنى الحديث مو انه ما رجعت، بس انه ما رجعت معي يا اخي. ما هو مثل عنا سياراتنا لعبة هيك قدهم جنبها، هي لخي طولها 27 متر 28 متر، نحن أطول شاحنة عنا طولها 16 متر، بيناتهم 7-8 أمتار و10 أمتار بالطول، بالعرض نفس الشيء. يعني بورجيكم سيارتي اللي عنا موتورها هون تحتي، هاي موتورها لحال قدام مثل التاكسي. يعني ما بعرف، بقول لي بدي عقد عمل سائق شاحنة. يا اخي ما في، انت اللي عم تسأل عن عقد عمل، منين جايب هالحكي؟ شفت حدا من رفقاتك طلع؟ شفت حدا من قرايبينك طلع عقد عمل؟ ما تاخذوني انه هيك منفعل، بس انه زعلان عليكم، مالي زعلان منكم، انه حاج بقى حاج، حدا يضحك علينا يلعب علينا يقول في عقد عمل على كندا وفي وفي وفي. انا هون بكندا مقدم عقد عمل على دبي، انا بكندا يا جماعة، هاي لأول مرة بحكيها. يمكن روح اتفرج سائقين الشاحنات هون الكنديين، شوف المهندسين الميكانيك، مهندسين الديكور، الدكاترة، الموظفين، البنك،
كلهم عم بيقدموا عقودة عمل لبرات كندا، شي على دبي وشي على السعودية وشي على أغلبيتهم على دول الخليج عم بيروحوا الكندية. إيش جاي تعمل بكندا؟ كندا بلد التقاعد، كندا للي بده يصيف ويكيف، يكون معه مصاري كتير وده يتقاعد من الشغل من بلده أو هربان من بلده، بجي بحسن بعيش فيها وبنبسط هو ومرته وولاده. بس أمها تقول لي بدي أطلع عقد عمل، بدي أطلع ما بعرف إيش. أنت بينك وبين نفسك اسأل حالك، في حدا من قرايبينك رفقاتك طالع؟ ايه، اذا عم نشغل يوتيوب نتفرج على العالم اللي عم تعلق وتقول في عقودة عمل وفي هجرة على كندا وفي ما بعرف ايش. كندا من وقت اللي بلشت الكورونا لهلا ما جابوا ولا لاجئ، بس من فترة 3 4 شهور لأفغانستان يوم مشكلة طيارات أمريكا دول اللي طلعوا على الطيارة تعلقوا فيها، بس هي يوم مشكلتهم جابوا 25,000 لاجئ أفغاني، واليوم تحديدا بالذات جابوا 9,185 أوكراني. اليوم الصبح كنت عم بسمع أخبار شفتها. هدول اللي جابتهم كندا من وقت اللي بلشت الكورونا لهلا من 2.5 3 فيز. اي نعم فيز، فيك تجيب فيزا دراسة، فيزا استثمار، ما هو فيزا عمل. فيزا العمل ضعيفة بتجي، فيزا يعني إذا بدك تجي تفتح مشروع هون بكندا بيعطوك وبيساعدوك وبيجيبوك. طيب كثير، انا واحد الناس عم بنضحك علي بينكذب على ايه، انا عم بفوت على اليوتيوب كمان بتفرج مثلي مثلكم، عم بتفرج شلون عم بيحكوا على عقد عمل وشلون طلع قال ميكانيكي طلع عقد عمل على كندا. لك حطوا رقم تليفوني خليه يحكي معي. كذاب، ايش السامعين، لو كلمة ما هي كويسة بس كذاب. كاتبي له 6,000 تعليق ما ردد على واحد، يعني انه ايش هالعالم اللي عم ينضحك عليه. قال ميكانيكي طالع عقد عمل على كندا، عشان يضحك. بعذركم لانكم ما كنتوا عايشين بكندا، بس يكون في حدا مثلي عايش بكندا بيعرف انا ايش عم بحكي. انا هو بيجيك واحد قال طلع ما بعرف ايش، شي عقد، شي مهاجر، شي فيزا، شي ما بعرف ايش. 99.9% من الحكي اللي بتسمعوه على اليوتيوب كرمال هجرة وفيزا وهيك شغلات كذب. 99.9% ما حدا بيجي بيقول لك كندا ما لازمة لا عقودة عمل ولا لازمة عمال ولا لازمة سائقين ولا لا. في واحد عم بيقول لي كندا قال لازمة سائقين، في شركات قال عم بيقول لي اعطيني اسم شركة بدي اقدم عقد انا شوفير شحن. لقيتها انا شوفير شحن بكندا وما عم بلاقي شغل، وعندي خبرة قدك 10 مرات وميكانيكي قدك 10 مرات وما عم بلاقي شغل. خلصوا تحميل التنين بس نعطيه وراح. Hello. Yeah, here anyway. Anywhere right here. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, sir. See ya. Now I'm empty, yeah? You're good. Yeah. Okay.
أربعة من أربعة. أيوة بدك تزعلوا مني يزعلوا، بس أنا عم بقولكم الواقع المعيشي بكندا. لا تبرك تتأمل إنه تجيك عقد عمل على كندا. أخص سائقين الشاحنات، نعم ما بعرفكم هيك، أنا بعرفكم مراجل بتجيبوها من تم السبع. بيجيك واحد فرفور عمره 18 19 سنة يقول لك عقد عمل عك. انت حقك، انت عم تستنى شغلة من ربنا لحتى تطلع تهج. ايه معك انا، بس مو عن طريق هالوش. لو في تواصل على اليوتيوب بيناتنا نحن اللي عاملين القنوات، والله العظيم لا دق له نبهدله، لانه بعمرك ما لك راي على كندا، وبعمرك ما لك شيء في كندا، لك ولا حتى سمعان عليها. في قنوات ها يوتيوب هدول اللي عم يحكوا على الهجرة وما هجرة، كلهم عم بشوف شغلي معهم. قال ولسه وحدة قال عم تحكي على هجرة وما هجرة وعقد عمل، وهي وين؟ هي بتونس ما بعرف وين. فقلت لها انت منين بتعرفي كندا لحتى عم تحكي على الهجرة وما هجرة؟ تعي في عندي اخوتي اتنين دا طالعون، خدي على الواحد 25,000 دولار، 25,000 دولار اعطيتها. قلت لها بس جيبي لي اخوي. قال انا وش عرفني، انا عم بدخل على جوجل وبطالع معلومات وبنشرح، انا ايش عرفني. لا والله صحيح مثل ما عم تحكي، بس ضايق اسكر باب ورا. سكر الباب برا. الله وين حيطت لي العربية يا رب دخيلك. هذا كان مبينته جديد، على طول بقول لهم حطوها ورا. هون اذا حطوها تحت الدواليب كل طجه بتصير بتنط تضرب بالصوت، اما هون انا بحطها هون على طول. بحطها هون، هون صايرة بأول التريلا يعني تحت دواليب ما بتأثر فيهم شيء، يعني ما بتنط مثل طيز التريلا هون بتنط نط التريلا في مصغرة. سكر الباب الثاني.
Let's go. يلا ايه هذا اللي عم بصير؟ لسه هلا انا عم بحكي الحكي لمتابعيني، يعني ايش من علقولي او ايش من سبونا، نص مصيبة جنب قرايبيني. قرايبيني بقول لهم ما في عقودة عمل، راح عم تكذب. حسبي الله ونعم، خيو عم بكذب، لبط اللي لبط تحكي معي. انه واحد عم بيجي بيقول لك عم تكذب، شلون بدك ترد تحكي معه؟ روح انفلت لهون لبط. والله اولا اولاد عمي زعلت معهم كثير يا اخي. روح تعا كندا، اقسم بالله مليون مرة قلت لهم تعوا بس على كندا، أخ أجرة الطيارة أنا بدفع لك هي، أكل شارب نايم، بس تعال هون. يعني شوف لوين، أخ إذا في حدا بيساعدك بتطلع على كندا وبدك مصاري أنا بعطيك. يو عبس، دق المي وهي مي، أنت ما بدك يانا نطلع، أنت ما في براسك انه طالعنا، انت ما دخل طالعنا. ايوه انا ما رأي طالعكم، ما رأي طالعكم، استفلوا. وشكرا كثير على المتابعة، وكرر اعتذاري، لا تؤاخذونا اذا شفتوا مننا حكي بيزعج او ما بيصير، ما حدا يتضايق مننا، اعتبروني اخوكم الكبير وحكي. بس انا من زعلي عليكم والله العظيم، من زعلي عليكم لا اكثر ولا اقل. ولا تنسونا بالاشتراك، الجماعة اللي عم تشوفون الفيديوهات ما عم بحطوا اشتراكات، ايش وضعكم؟ دمتم ودامت المحبة. مكتوب زر أحمر تحت الفيديو الاشتراك، كبسه أو هيك في إيد عاملة هيك، كبوس عليها. يا هي يا هي مثل ما بدك خيو، خيو أنت كريم ونحن بنستاهل. أيوة مرة أقول لك غير هيك، يعني ما بعرف ايش دولكم، ما بعرف. خيو العفو عند المقدرة. دمتم ودامت المحبة، أخوكم محمد ميرا، بنشوفكم فيديوهات جديدة. السلام عليكم.